وين تريد أروح وياك بس لا تجرح أحساسي. على هذا الشعار انطلق تأسيس الإطار التنسيق اللي توحد بوجه التيار الصدري صاحب مشروع الأغلبية السياسية، لكن بعد عام تقريبا من تشكيله وستة أشهر على ولادة الحكومة بدت الخلافات تنطلق شيئا فشيئا، وهاي المرة بين دولة القانون والعصائب، وصارت الدائرة تتسع أكثر. هاي الخلافات من منظور سياسي راح تأثر بشكل واضح على طبيعة التحالفات ما بعد الانتخابات، خاصة إذا بقى تيار الصدري خارج الحلبة الانتخابية، على اعتبار أن طهران هي اللاعب الأكبر في ساحة أحزاب السلطة وهي التي تربط بين قوى شيعة السلطة. لذلك فالنتيجة واحدة في النهاية، على الرغم من حدوث مناوشات كلامية بين صادقون ودولة القانون، إلا أن الأمر جرى حسمة في بغداد على صعيد القادة، وطوي الملف وتم تنبيه على عدم استخدام الإعلام في مثل هذه القضايا. كون ما حصل من وجهة نظر الإطار التنسيقي أمر طبيعي يحدث في أي حزب أو ائتلاف تتعدد بوجهات النظر على إدارة الدولة، لكن راح يكون مثل برميل البارود، ما تدري الخلاف إيش وقت يتفجر.